من جديد اكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا ولا مشوارنا الصباحي لهيدا اليوم. بختام فقراتنا اكيد رح يكون معنا الزميل احمد قاسم باخر الاخبار الرياضيه. يسعد صباحك احمد. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. كيف كل اليوم؟ تمام الحمد لله. طبعا كيفك؟ بالبدايه بدنا نترحم على ارواح شهدائنا من اطفال ومدنيين بقطاع غزه وشهداء وطننا الحبيب سوريا اكيد. طبعا ببدايه اخبارنا الرياضيه وخبرنا الاول رح نحكي ضمن القرية الرياضية بالصين، جرت بالأمس مراسم استقبال المنتخب السوري للرياضات الخاصة المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، حيث يخوض 7 جرحى منافسات رياضية في ألعاب القوة البدنية، ألعاب القوى والريش الطائرة وتنس الطاولة ليصبحوا أمام خطوة واحدة من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في باريس عام 2024. طبعا صبايا هن منتخبنا مشارك فيه جرحى من جرحى وطننا الحبيب اللي كانوا عم بيشاركوا بدورة ألعاب جريح الوطن بالدورات السابقة، وحاليا هن عم بيمثلونا بدورة الألعاب الآسيوية للرياضات الخاصة اللي مقامة بالصين. هن أشخاص عندهم إرادة رغم الظروف ورغم الإصابات، أبو أنه يوقفوا عند هذا الحد وحبوا يكملوا ويكون عندهم إنجازاتهم بالحياة من خلال الرياضة اللي إصابتهم ما منعتهم من أنهم يستمروا فيها، وأكيد منحييهم ومنتمنى لهم أفضل النتائج بهاي الدورة الرياضية. كنا عم نحكي خلال الحلقة قدي كان مهمة هيدا الرياضات وقدي مهم دورهم حتى برفع علم سوريا، يعني مثل ما ذكرت كان علم سوريا موجود وبطولات آسيا. هن جرح الوطن، هن تصاوبوا فداء لعلم سوريا، وطبعا اليوم هن عم يرفعوا العلم بمحفل دولي مهم مثل دورة الألعاب الآسيوية للرياضات الخاصة، يعني محفل دولي مهم كل دول العالم كل دول قارة آسيا مشاركة فيه، فأكيد نتمنى لهم التوفيق ونتمنى يحققوا إنجازات بتليق بإرادتهم بهمتهم بقوتهم بقدرتهم على الاستمرار والعطاء رغم كل الظروف المحيطة فيهم. تمام. بخبرنا الثاني، رياضيو اللاذقية يقفون تضامنا مع الأخوة في فلسطين ويستنكرون جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم. خلونا نتابع الاستطلاع الثاني. نحيي بواسل المقاومة الفلسطينية الذين كانوا فرسان الأرض وطيور الفينيق لهذه المقاومة التي هي امتداد لمقاومتنا. واقفين وقف التضامن، وقفة عز مع شعبنا الأبي بفلسطين ضد الهجمات التتارية من قبل العدوان الصهيوني الغاشم الذي لا يفرق بين الإنسان والحجر. كرياضيين اللاذقية ونادي تشرين بالأخص، نحن مع انتفاضة شعبنا بفلسطين، مع المقاومة الفلسطينية ومع موقف بلدنا المشرف تجاه القضية الفلسطينية. نحن دائما وأبدا مع فلسطين. من مدينة جبلة لنوقف وقفة عز معانا في فلسطين المحتلة، ونحن بقيادة الرفيق الدكتور بشار الأسد كشعب وحكومة ودولة كلياتنا إيد واحدة مع القضية الفلسطينية. أقل شيء نعمله هو أنه نحن اللي بنقدر عليه عم نوقف كرمال إخواننا بفلسطين، كرمال إخواننا اللي بغزة اللي عم يأسبتوا أنه هن رجال. طبعا الوقفات التضامنية والمواقف المؤيدة للقضية الفلسطينية ولأهلنا داخل قطاع غزة المحاصرين ما توقفت عند المحافل والوقفات التضامنية العربية، بل كانت مستمرة ورغم قرارات الحظر من رفع أعلام فلسطين بالملاعب العالمية إلا أنه جماهير ريال سوسيداد وأساسونا والليفربول قرروا يتضامنوا مع أهلنا بقطاع غزة من خلال رفع لأعلام ولا لافتات. طبعا معنا صور عن رفع أعلام ولافتات بتأيد
موقف القضية الفلسطينية. الفلسطينية وبتناهض جرائم العدوان والاحتلال الصهيوني بقطاع غزة. طبعا مثل ما عم نشوف هون مجموعة صور من عدة ملاعب. هي قضية إنسانية صارت أحمد أكثر ما قضية عربية أو قضية فلسطينية. هون عم نشوف أطفال ونساء وكبار. عدد الكبير من الناس يكونوا تحت الحصار، يكونوا تحت القصف، المشافي عم تنقصف. صحيح. وهو مشهد إنساني قادر يهز أي إنسان وين ما كان بأي بلد ومهما كان معتقده. صحيح. فهو رح يتأثر بمنظر طفل عم يرجف بعد نجاته من القصف. صحيح. وطبعا يعني مواقف هي تحسب لجماهير هالأندية، وقوفهم مع الحق ضد الباطل، حتى شفنا كذا لاعب وضد هالجرائم اللي عم يرتكبها العدو الصهيوني. حتى شفنا كذا لاعب كان عم يتضامن، ودائما أثر الكلمة كنا عم نحكي عنه، أثر الكلمة بهيك محافل مهم لحتى تغيير الرأي العالمي، لأنه إحنا شفنا بكثير من المواقف الرأي الأوروبي أو الصحافة الأوروبية أحيانا نعرف الانحياز للكيان الإسرائيلي، فهيك كلمات الجماهير وأشياء عم بيقوموا فيها بتغير بالرأي العالمي. خلينا نقول أكيد أهم. طبعا ونتمنى الكل ينظر للقضية الفلسطينية من وجهة نظر أبناء فلسطين. صحيح. اللي هن محقين، ما ينظروا لها من وجهة نظر سياسيين. صحيح. وإعلاميين غربيين. صحيح. القضية الفلسطينية هي قضية حق وقضية أرض. صحيح. وأصحاب حق وأصحاب أرض، وأكيد نحن داعمين إلهم بكل أشكال الدعم. طبعا رح نستكمل وأيضا بهدف لهدف نهاية لقاء إشبيليا وضيفه ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 10 من الليغا الإسبانية. طبعا رغم التعادل ريال مدريد احتفظ بصدارة الليغا برصيد 25 نقطة. مانشستر سيتي يتغلب على برايتون بهدفين مقابل هدف ويستعيد صدارة البريمير ليغ طبعا بشكل مؤقت برصيد 21 نقطة. طبعا أيضا بهدفي محمد صلاح ليفربول يتغلب على جارو إيفرتون بالجولة 9 من منافسات البريمير ليج. هيك كانت أخبارنا الرياضية لليوم. أكيد بالختام بدي أرجع أترحم على أرواح شهداء غزة من أطفال ومدنيين، وبدي أترحم على شهداء بلدنا الحبيب سوريا. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء بحلقات قادمة.